من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية يوضح لنا هذه التفاصيل وحقيقة هذا البيان. إذن أحييك أحمد، هناك كانت أنباء متداولة عبر وسائل الإعلام تفيد أن هناك تفاوضا ما بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البرية بين البلدين، ما صحة هذه الأنباء المتداولة؟ تحياتي لك في البداية. بالفعل إحدى الصحف اللبنانية نشرت في عددها صباح اليوم أن هناك مفاوضات، أو أن حزب الله قرر سحب ملف المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، يكون الحزب وحده هو صاحب القرار في هذا الأمر. الصحيفة تحدثت أيضا عن سحب هذا الملف من رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب اللبناني، ولكن حزب الله عاد لينفي مثل هذه الأخبار ويؤكد أن ترسيم الحدود أو أي شيء يتعلق بالحدود البرية الجنوبية هو في يد الدولة اللبنانية، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وأيضا رئاسة الجمهورية في حال انهاء الشغل الرئاسي، وذلك في ضوء الحديث المستمر والمتزايد على مدار الأيام الماضية حول الترسيم الكامل أو إعادة التموضع في الحدود اللبنانية الجنوبية، لأن الترسيم معروف كما تقول الدولة اللبنانية، ترسيم الحدود مع إسرائيل معروف، ولكن المطلوب هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية وأيضا وقف الانتهاكات البرية المتكررة من الجانب الإسرائيلي للبنان. وبالتالي حزب الله يؤكد مجددا أن هذا القرار هو قرار الدولة اللبنانية، وكانت هناك زيارة للمبعوث الأمريكي أموس كوشتين على مدار أو قبل نحو أسبوعين، وكان الهدف من هذه الزيارة هو الحديث عن الحدود البرية الجنوبية في إطار التطبيق الكامل لقرار 1701 الذي ينهي الحرب أو ينهي التوترات الموجودة حاليا في الجنوب اللبناني بين حزب الله من جهة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى. يعني أحمد، بالإضافة إلى هذا وهو أن هذا الملف في يد يعني أساس اللبنانيين كما أوضح حزب الله اللبناني، لكن ما هي أكثر الدول المتداخلة في مثل هكذا ملف على مستوى المسار السياسي؟ هل فرنسا أم الولايات المتحدة الأمريكية، أم أن هناك دول أخرى أيضا لها اتصالات في شأن هذا المسار السياسي؟ نعم، حينما نتحدث عن هذا الأمر نتحدث عن شقين، الشق الأول الدول الشقيقة والصديقة للبنان، هذه الدول التي تقف دائما إلى جانب الشعب اللبناني وتسعى دائما إلى استقرار الشعب اللبناني في ظل الظروف التي يواجهها، في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها بالأساس، فهو في غنى عن هذه التوترات الموجودة في الجنوب اللبناني. وهناك أيضا الدول الأعضاء في أو الممثلين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، والتي تعمل في الجنوب اللبناني. هناك 47 دولة تتخذ من الجنوب أو لها تواجد عسكري أو مجندين في اليونيفيل في الجنوب اللبناني. هذه القوة الهدف الأساسي لها هو حفظ السلام في الجنوب اللبناني. فرنسا من بين الدول الممثلين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أيضا أسبانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. هناك العديد أيضا من الدول التي أوفدت إما وزراء خارجيتها وزراء دفاع أو مسؤولين رفيع المستوى فيها إلى لبنان على مدار الأسابيع الماضية من أجل القيام بمبادرات لاحتواء التوتر في الجنوب اللبناني. الهدف الأساسي هو وقف توسع دائرة الحرب لتشمل مناطق أوسع في لبنان واحتواء هذا الأمر، والوصول إلى حل نهائي يضمن وقف تام بإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. أشكرك هذه التفاصيل الواضحة، كنت معنا فيها من بيروت أحمد سنجاب، شكرا لك أحمد.